Salut tout le monde, ahla wa sahla fikoum bi dars jdid min silsila ta'allum al-lugha al-faransiya 'ala qanat Silingo. Bi darsna al-youm rah nakhod tarkib al-jumla, la structure de la phrase. Lugha al-faransiya. Fi 'anna 'adad anwa' al-jumal bil lugha al-faransiya. 'Anna al-jumal al-basita, les phrases simples, wal jumal al-murakkaba, les phrases composées, wal jumal al-mu'aqqada, les phrases complexes. درسنا اليوم رح نكتفي بأخذ وشرح الجمل البسيطة والجمل المركبة، لأن الجمل المعقدة يعني من اسمها معقدة شوي، فرح نتركها لدرس قادم إن شاء الله. الجمل البسيطة هي الجمل اللي تتكون من جزء واحد، وإذا كانت تحتوي على فعل فبيكون في فعل واحد فقط بالجملة، لأنه إلى نوعين، هن الجملة الفعلية la phrase verbale هي اللي بتحتوي على فعل، والجملة الاسمية la phrase nominale اللي ما بيكون فيها فعل. الجملة الفعلية la phrase verbale تتألف من sujet, verbe, complément اللي هن الفاعل فعل وتكملة للجملة اللي بتكون ممكن مفعول به مضاف إليه كمالة الجملة. يعني مثال je mange une pomme. Je mange une pomme. أنا أكل تفاحة. هو بس مثال بسيط بس لحتى نركز إنه نفهم فكرة السوجي اللي هو الفاعل اللي هو أنا je. الverb اللي هو mange أكل. complément une pomme تفاحة اللي هي بالعربي بنقول هي مفعول به. توضيح بسيط أن الفاعل باللغة الفرنسية ممكن أن يكون اسم un nom ضمير شخصي un pronom personnel ضمير أو أداة استفهام un pronom interrogatif ضمير غير محدد يعني لغير المعرف un pronom indéfini. رح ناخذ أمثلة عليهم. إذا كان الفاعل عندنا اسم un nom أمثلة Pierre est un étudiant. Pierre est un étudiant. Pierre طالب. Pierre هو الفاعل اسم عادي Pierre. Le professeur travaille à l'école. Le professeur travaille à l'école. المعلم يعمل في المدرسة. المعلم هو الفاعل اسم. ضمير شخصي un pronom personnel إذا متذكرينه اللي هن je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. أخذينهم بدرس سابق. il est un étudiant. هو طالب. Elle travaille à l'école. Elle travaille à l'école. هي تعمل في المدرسة. فالضمير الشخصي ممكن يجي عنا بصيغة الفاعل. ضمير أو أداة استفهام. Un pronom interrogatif. يلي هو qui. Qui parle français? Qui parle français? من يتكلم الفرنسية؟ الكي هو بنكون عم نسأل عن شخص معين من؟ فالجواب حيكون اسم شخص مثلا بيير فهو بيكون بديل عن الفاعل كي لا من هنا ضمير غير محدد أو غير معرف un pronom un pronom indéfini. الضمائر غير المحددة هي التي ممكن أن تحل مكان الفاعل وهي person تيجي معناتها لا أحد مو شخص. وقت مثلا هلا بناخذ مثال عليها مثلا بس بتقول person إلا يعني ما في حدا هون لا أحد هنا فدائما بيجي معنا person
صيغة نفي عدم وجود أي أحد لا تعني وجود أحد تعني وجود عدم وجود أي أحد لا يوجد أحد أو لا أحد personne chacun chacun كل واحد les uns les autres les uns les autres بعض والبعض الآخر tu tu جميع quelqu'un quelqu'un شخص ما tout le monde الجميع ناخذ امثله عليهم personne est là personne est là لا احد هنا هون جم دائما مثل ما قلت لكم معنى البيرسون هي فيها نيجاتيف نفي بمعنى لا احد هنا chacun a son tour chacun a son tour كل واحد له دوره اذا مثلا في صف chacun a son tour كل حدا بدوره les uns se coupent des informes les autres travaillent les uns se coupent des enfants les autres travaillent مثل مثلا تكون عندي مجموعتين بعضهم يهتم بالاطفال والبعض الاخر يعمل les uns les autres tu ne travailles pas en vacances tu ne travailles pas en vacances الجميع لا يعمل في العطل ملاحظة بسيطة إذا استخدمت هاي الجملة بدي حط معها personne بدل تو بحط personne travaille en vacances personne travaille en vacances بمعنى لا أحد يعمل في العطل إمتى النفي من الفعل لأنه النفي إجا بالperson quelqu'un est là quelqu'un est là هل من أحد هنا أو من أحد هنا Tout le monde aime le chocolat. Tout le monde aime le chocolat. الجميع يحب الشوكولات. فهن بيحلوا مكان الفاعل. ننتقل للنوع الثاني من الجمل البسيطة اللي هي الفراز سامبل اللي عندنا الجملة الاسمية لفراز نومينال. لفراز نومينال لا تحتوي على أي فعل. plat principal plat principal مثلا نروح على المطعم نطلب plat principal الطبق الرئيسي belle voiture سيارة جميلة وهيك نكون انتهينا من الجمل البسيطة وننتقل للجمل المركبة les phrases composées تتكون الجملة المركبة من جزئين مستقلين يعني عندنا جزئين للجملة إما هدول الجزئين بيكونوا متناسقين أو متقابلين بعرف الحكي شوي نظري هلأ رح ناخد عليهم أمثلة لحتى نميز كيف بيناتهم وبالتالي الجملة المركبة رح يكون فيها فعلين إلى نوعين عندنا الجملة المركبة من جزئين متناسقين دو بروبوزيسيون كوردوني وعندنا الجملة المركبة من جزئين متقابلين دو بروبوزيسيون juxtaposé وهيك بنكون خلصنا الجمل البسيطة اللي قلنا بتتألف من الجملة الفعلية والجملة الاسمية ورح ننتقل للجمل المركبة les phrases composées تتكون الجمل المركبة من جزئين مستقلين ممكن يكونوا متناسقين أو متقابلين بعرف الحكي هون شوي نظري رح ناخد عليهم أمثلة مشان نوضح الفكرة فبالتالي الجملة المركبة حيكون فيها من اسمها كومبوزي فعلين عندنا مركبة يعني مركبة من جملتين فيهم فعلين إلى نوعين جملة مركبة من جزئين متناسقين دو بروبوزيسيون كوردوني والجملة المركبة من جزئين متقابلين دو بروبوزيسيون جوكستابوزي حنبتدي بالجملة المركبة من جزئين متناسقين دو بروبوزيسيون coordonnées عندما تتكون الجملة من جزئين متناسقين
بيتم الربط بين هدول الجزئين باستخدام أحد أدوات الربط مثل مي مي لكن أو 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 إي إي و دونك إذن وبالتالي ني ني لا car car لأن أو بسبب. رح ناخد أمثلة عليهم. j'ai faim mais j'ai pas l'envie de manger ce plat. j'ai faim mais j'ai pas l'envie de manger ce plat. أنا جائع لكن لا رغبة لدي بتناول هذا الطبق. هون الفيرب جي الأفوار، وهون عندي جملة تانية ربطت مع الجملة الأولى بأداة ربط اللي هي المي لكن، وحطيت فعل وفاعل تاني كمان مرة تانية، صح هو نفس الشخص اللي هو أنا ولكن أيضا وضعت فعل تاني وفاعل وكفيت الجملة. J'ai faim, mais j'ai pas l'envie de manger ce plat. Je dois aller à l'aéroport maintenant, car ma mère arrivera à 11h. Je dois aller à l'aéroport maintenant, car ma mère arrivera à 11h. يجب أن أذهب إلى المطار الآن لأن والدتي ستصل في الساعة 11. Je dois aller. أنا يجب أن أذهب. فاعل وفاعل. Maintenant, الآن. Car, لأن أو بسبب. Ma mère. عندنا فاعل ثاني. Arrivera. فاعل. وcomplément à 11h. فربطت بيناتهم للجملتين بأداة ربط اللي هي مي. بهي الأمثلة. النوع الثاني اللي هي الجملة المركبة من جزئين متقابلين deux propositions juxtaposées اللي بتتكون من جزئين متقابلين بس بهي الحالة بنستخدم علامة ترقيم للربط بين الجزئين وليس أداة ربط. Nous sommes allés en vacances cet été. Nous avons bien amusé. ذهبنا في إجازة هذا الصيف لقد استمتعنا كثيرا أو استمتعنا جيدا أو استمتعنا جدا. Nous sommes allés en vacances cet été. Nous هي الضمير نحن هي الفاعل. Sommes allés بالpassé composé بالماضي المركب الverb الفاعل. En vacances cet été, complément. Nous avons, comment passé composé, bien amusé, stemtana, biwaktina, jidda. Ou rabatna bien jumle l'oula ou jumle t'anye, bi alama t'arqim ili hiye l'fasle. Ma stakhdemna adawat rabat. Mulahaza, abil ma ninhi d'daris. الجملة باللغة الفرنسية دائما بتبتدي بحرف كبير، بتمنى تنتبهوا كتير على هاي النقطة لأنه بالكتابة كتير مهمة اللي هو الماجوسكول، وبتنتهي إما بنقطة بحالة الجملة العادية Je suis étudiant أو إشارة تعجب في حالة التعجب أو الاستغراب Quel beau jour ما هذا اليوم الجميل أو بإشارة استفهام بحالة السؤال Quel âge tu as? Quel âge tu as? ما هو عمرك؟ وهيك بنكون خلصنا تعرفنا لتركيب الجملة للجمل البسيطة والجمل المركبة وإن شاء الله بناخد الجمل المعقدة بدرس قادم. بتشكركم للمتابعة وإذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح ما تنسوا تحطوا لي إياه بالتعليقات وأنا رح جاوب عليكم.
وكل الجمل اللي أخذناهم اليوم راح أحط لكم الرابط في صندوق الوصف مشان تقدروا تضيفوهم لجداولكم بموقع سيلينجو وتدرسوهم. إذا عجبكم الفيديو أتمنى تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس، وبشوفكم فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.